حتى لا يقوى الكفار على هذا. هذا يقول أنا أحتفل بعيد رأس السنة في بيتي، ما يجوز، لأنه وافق الوقت. ما نكثر سواد هؤلاء ولا نقوي هؤلاء. الثالث اضطرار الناس. هذا الأخ ذهب إلى رجل يدرس النحو مثلا، وهذا ذهب وهذا ذهب، ذهب الكل، مفهوم؟ طيب، المؤلف رحمه الله قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. لا تقم فيه أبدا في مسجد ضرار. ما علاقة مسجد ضرار بماذا؟ لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغيره. لعل هذا خطأ من بعض النسخ. من نسخ كتاب التوحيد أخطأ، صح؟ لا، ما يخطئ النسخ، هذا ما صحيح. من الذي يعرف ما الصحيح؟ ما علاقة الآية بالباب؟ اسمع ايش يقول مرة أخرى. نعم يا أخي، أوقف. يقول: مسجد ضرار بني كفر وإرصاد، أصبر، كفر وإرصاد وتفريق ومحاربة. أسس مسجد ضرار لأربعة أشياء، صح؟ ذكرت في الآية: للكفر والإرصاد والتفريق، بدل أن نصلي في مسجد قباء صفين نصلي صف واحد، ومحاربة لدين النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقم فيه أبدا في مسجد ضرار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو صلى في مسجد ضرار هو يصلي لمن؟ لله. لكن المكان يقرر فيه الكفر والإرصاد والتفريق والمحاربة، والصلاة عبادة والذبح عبادة. ومن يقول خطأ بعض النسخ؟ هذا الذي يعني لا يعرف فقه المؤلف هو الذي يقول خطأ بعض النسخ. مؤلف بخاري هذا الزمن، دقة في الاستنباط، صح؟ نعم، لله دره رحمه الله. اجلس. إذا الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله عبادة، والصلاة عبادة. أين يقع مسجد ضرار؟ من يعرف مكان وجود مسجد ضرار؟ نعم، ايش مكان وجود مسجد ضرار؟ اسألوا هذول أصحاب الزيارات ممكن يدلوكم. لو واحد يقول لك أين قبر الولي فلان، تدل عليه؟ لو دللته مشارك له في الوزن. طيب مسجد ضرار، أوقف. هذا الأخ يقول: النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألت أنا أين يقع مسجد ضرار قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم وحرق. والهدم والحرق إتلاف للمال، ونهينا عن إتلاف المال. لكن إذا كان إتلاف المال لمصلحة رابحة يصح أن تتلف المال. بارك الله فيك. يقول: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم وحرق. حرق المسجد وهدم المسجد إتلافا للمال، لكن لمصلحة راجعة حتى لا يتذكر الناس. ويأتي بعض الزوار يقول: ما المسجد ضرار؟ قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدم وحرقه. لا ندلك عليه، مفهوم؟ أي نعم. ولهذا يحرق رحل الغالي الذي يغل من الغنيمة. إتلاف للمال لمصلحة راجعة، مفهوم؟ إذا يصح إتلاف المال لمصلحة راجعة حتى لا يتذكر. لأن بعض الناس اليوم يقول: طيب نريد نعيد بناء بعض الأماكن في اليمن، عندما بنوا أرادوا أن يبنوا كعبة حتى يحج إليها الناس، هل يمكن نعيد هذا البناء؟ بالتذكار للتاريخ نقول: لا. أيهما يقدم، العقيدة والتاريخ؟ عقيدة، لابد نقدم العقيدة، مفهوم؟ نعم.